الكمبوتشا حتكون سهله ان شاء الله. حنديكوريها بالشيكولاته ولا برا. حندير لكم بالكاس. انا حنديروا اول حاجه بحبات تاع البيض، تخرجوهم من قبل من الفريجيدار. ربعه بيض مع كاس سكر حرش، وراح ندربهم بالباتر. ضرب بعد ما ضربت البيض مع السكر راح نضيف الزيت بشويه. الزيت ديرو غير بشويه ونضربو. كاس تاع الحليب ونخلط غير شويه. بعد ما درت الحليب راح ندير لافاني، نغربلها زوج مغارف صغار تاع لافاني. نجمو ديرو في بلاصه لافاني قشور تاع الليم، وراح ندير الفرينه بشويه. الفرينه عندنا ثلاث كيسان، نفس الكاس اللي عبرنا به، يعني هذا الكاس اللي عبرنا به نعبروا به ثلاثه كيسان تاع الفرينه، وراح نسحقوا معاهم زوج اكياس تاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام. دهنتها بالزيت ورشيتها بالفرينه، وراح نفرغ فيها الخليط تاع الكسكوتشا. كيما قلت لكم ديما الطياب تاع الكسكوتشا دخلوا الكيو دون، كي تكون في بعد ما تفوت 40 دقيقه طبعا تحلوا عليها الكوشه. الا صبتوه ناشف معناتها راهي طابت، تشالوا لها من فوق باش تحمر. درت رايحين نديموليوها بشيكولا. عندي علبة تاع شيكولا ذوبتها مع شوية تاع الحليب ودرت لها قطرة تاع الزيت، وراح نزينها من فوق بشيكولا. نتوما تنجمو ترشوها غير بسيكر غلاس ولا ديرو لها شوية معجون نواه كوكو. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الكسكوتشه اللي درناها نهار اليوم. بالنسبه للتزيين من فوق نجمو ديروا كاوكاو ولا لوز ولا ذاع ميسال ولا اي حاجه تكون عندكم، جربوها ان شاء الله وبصحتكم.